على فكرة جاني رد من جامعة 6 أكتوبر على تصريحات الفنانة سما المصري في البرنامج يوم الاثنين، وخصوصا ان هي كانت قدمت طلب للالتحاق بهيئة التدريس تشتغل معيدة للغة الإنجليزية. خلونا نسمع رد من دكتور إسماعيل إبراهيم المشرف على قسم الصحافة بجامعة 6 أكتوبر. أهلا دكتور إسماعيل، مساء الخير. اهلا استاذ معتز، ومساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى المشاهدين. اهلا وسهلا، اتفضل حضرتك، عايز تقول ايه النهارده؟ هو انا بس يعني انا هقول بسرعه، سما المصري لم تقدم طلبا للعمل كمعيده او عضو بهيئه التدريس، لانها تعلم ان شروط مثل هذه الوظيفه لا تتوفر فيها. كل ما هنالك ان سما المصري ذهبت الى كليه الاعلام وفنون الاتصال جامعه 6 اكتوبر لتنفذ سيناريو كتب لها وتم اعداده واخراجه من قبل جهه لا نعرفها، دخلت الكليه على اساس انها وليه امر طالب او طالبه، عميد الكلية استقبال على هذا الأساس. جهة لا نعرفها، ما حدش ما فيش أي معلومات. لا طبعا أنت عارف حضرتك، جامعة 6 أكتوبر يعني أقدم جامعة خاصة في مصر، اتعملت سنة 97 بدأت الدراسة. فطبيعي إنه هناك يعني من يشن الحروب على بعض. يعني انا شامم ريحه كده نظريه مؤامره. حضرتك تقصد ان في ناس لا تتمنى للجامعه الخير زقوا سما المصري عليكم علشان تعمل المشروع؟ مين هم؟ يكاد يكون ذلك هو التوصيف الحقيقي. فسما، لان حضرتك سما جت بقول لحضرتك قابلها عميد الكليه على اساس انها وليه امر طالب جت تستفسر عن حاجه. لقاها بتكلمه عن ان هي عايزه تلتحق بالدراسات العليا. انت عارف حضرتك ان الدراسات العليا في الاعلام لها شروط. طبعا. ان لم يكن طالب الدراسات العليا خريج اعلام او صحافه احد اقسام الاعلام الثلاثه. تمام. لا يجوز له، وبتقدير جيد على الاقل، لا يجوز له الالتحاق بالتمهيد الماجستير. يمكن لو كان يعمل في اي جهه اعلاميه ان يدرس الدبلوم. يعني انتوا فوجئتوا بعد دخول الفنانه سما المصري الجامعه على انها وليت امر طالب او طالبه، بان هي ان هي مقدمه طلب للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا اللي الجامعه بتطرحه. عاوزه تلتحق. كويس. فسياده العميد الاستاذ الدكتور مرعي مذكور قابلها طبعا بشكل لطيف كما بيستقبل ضيوفه. لها الحقيقه، قال لها انه احنا عشان كده يبقى لازم في شروط 1 2 3. الشروط دي مش متوفره، بيبقى الاعلامي او من يعمل في اي جهه اعلاميه يمكن ان يدرس دبلوم. مرحله الدبلوم. طب وبرضه دبلوم له شروط. يعني ايا كانت الاسباب اللي قال لها الدكتور مرعي مذكور عليه، يعني طلعت انها يعني ما لا تتوفر فيها شروط الالتحاق بالدراسات العليا عندكم، انما قرار الجامعه انها تطلع وترد في وسائل الاعلام على هذه الخطوه او هذه الزياره من قبل الفنانه سما المصري، كان سببه ايه؟ ما اقول لحضرتك، سببه اللغط الاعلامي الذي اثير، وان هي اتصورت في الكليه، واتصورت قدام مكتب العميد، اتصورت قدام مكتب الوكيل. يعني عملت نوع من الاستعراض في الكلية وكأنها إحدى طلبات الكلية، أو يعني تريد أن توحي إن هي مش غريبة على جو الكلية. وبالتالي أنتوا عايزين تجلوا الحقيقة يعني من وجهة نظركم، بدل ما المسألة تبقى من طرف واحد أو الرواية تبقى من طرف واحد. فكان لابد إنه رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد عطية سعدة ينفي وجود أي علاقة ليها يعني هيئة معاونة. يعني هي ما نقدرش نقول عضو هيئة تدريس ولا حتى هيئة معاونة. هيئة معاونة اللي هي الانتداب من الخارج. حتى الانتداب من الخارج لم تنتدب، لأنها لا يتوفر فيها أي شروط. تمام.
بشكرك. على وده اللي اكده العميد واللي اكده واللي اكدته الجامعه واللي حضرتك بتاكده لنا النهارده. انا بشكر حضرتك على هذه الايضاحات. ده كان الدكتور اسماعيل ابراهيم المشرف على قسم الصحافه بكليه الاعلام جامعه 6 اكتوبر.